عادل، انت اساسا من ما كنت جاي من نادي تاني صح؟ نادي مياه القاهرة درجة مياه تانية. مياه القاهرة. ازاي بقى جيت ازاي النادي؟ هو احنا كنا بنلعب في دوري درجة تانية، وبنلعب دوري من ناشئين مع الدوري الممتاز، هو زمالك واهلي واسماعيلي، بنلعب الدوري دوت صغيرين. لان انا جيت نادي الزمالك وانا عندي 18 سنة، كنت بلعب اربع ثلاث ماتشات في الاسبوع، بلعب تحت 18 و21 والدرجة الثانية، وعينوني في الشركة بقيت أربع ماتشات، أنا بقيت أربع ماتشات. كان في دوري شركات ساعتها. طبعًا شركات موجود طبعًا في ساعتها، كنت بلعب أربع ماتشات، فده اللي زود من مستواي، يعني استمرارية في اللعب. تاخد خبرات كبيرة، بتتعلم من أخطائك، بتعرف إيه اللي ناقصك، بتبتدي تشتغل عليه. ده الحاجة اللي إحنا بنقولها لأي حد، إن اشتغل على نفسك عشان توصل للي أنت عايزه. من الماتشات اللي احنا لعبناها في الدوري بعد ما وصلنا في كاس مصر دور 32، لعبنا نادي بلاستيك في الوقت ده الدرجه الاولى، كسبناه في ملعبه هناك في شبرا الخيمه 1-0. كنت انا برضو اللي بلعب الماتش ده، وعملت ماتش كبير جدا، بدات الناس تتكلم عليا. بعديها كان ماتش السكه الحديد برضو كان بيلعب في الدرجه الاولى، كان في نادي الزمالك. الماتش دوت كان دور 16، لعبنا مع النوم كسبناه 2-0. وبرضه النادي الزمالك في الوقت ده هو بدأ يبص عليا، والنادي الاهلي برضه بدأ يبص عليا، لان انا برضه النادي الاهلي كلمني قبل ما اروح نادي الزمالك. فعلا؟ فعلا كان موجود الكابتن جوهري، موجود الله يرحمه، وكابتن مش متذكر اسمه دلوقتي، برضه كان موجود وطلبوني ورحت وقعدت. مفتي ولا كابتن مفتي؟ لا لا لا، كابتن سايس، ابو الروس، كابتن ابو الروس، كابتن عزت ابو الروس. كابتن عزت كان مدير الكره هناك ساعتها. فبعتوا لي ورحت وقعدت، وقعدوا معايا. بس الكابتن علاء الحمود الله يرحمه سبق بالليل الصبح الساعه 6، كان الصبح عند رئيس مجلس اداره الباشمهندس خالد، بياخد الاستغناء بتاعتي بمقابل 2000 جنيه وماتش اراده لنادي الزمالك. وانا مضيت لنادي الزمالك بزياده حاجه ساعه، مش هقول الاسم عشان ما يبقاش اعلان، حاجه ساعه عند الكابتن حافظ زولوت، ومضيت الاستمارات ولعبت نادي الزمالك بدون اي حاجه. لا والله يا كابتن، وكانت فرحة كبيرة يا كابتن. طبعا الكلام لما تطلع جاي من نادي لنادي جماهيري، نادي كبير، ضلع من ضلع الكرة المصرية في مصر، ضلع قوي كمان، ده حاجة كبيرة جدا. دي مسؤولية، يعني انت بتتحمل مسؤولية كبيرة ولازم تكون قدها. الحمد لله كنت قدها. جيت تقريبا سنة 73 74 74 75 74 75 كان أول ظهور ليك. أول ظهور ليا أول، وكان دي بداية عودة الدوري بعد الحرب. بعد الحرب والانتصار اللي الحمد لله اللي احنا خدناه من اسرائيل، وخدنا اراضينا، وخدنا بلاد، كل الشبر راح مننا. بدا الدوري، ابتدي بدانا نلعب الدوري عشان الناس تقدر تعيش حياتها الطبيعيه بعد كده. دلوقتي طب اما جيت نادي الزمالك بقى، كان مين حارس المرمى؟ كان موجود الكابتن حمد سمير محمد علي ربنا يشفيه، والكابتن هشام عزمي كان موجود ربنا يمسيه بالخير. كان هما الاثنين حراس مرمى، هما الاساسيين وانا جاي عليهم. كنت بقى انت الحارس الثالث. انا جيت حارس الثالث، مش بمعنى ان انا لما رحت كابتن زكي عثمان كان هو المدرب، فكانش بيحطني في الاول. خالص خالص، لا طبيعي يعني، لا لا صغير لسه يعني، لسه جاي عندك 18 سنه. فرحت واخد لبسي ورحت راجع النادي المياه تاني. لا بجد والله. والله العظيم قلت له انا بلعب اربع ماتشات في الاسبوع، اروح هناك ما العبش ولا ماتش، ما العبش خالص. لا انا عايز ارجع على انت لازم، انت تحب الكوره، عايز تلعب. بالظبط، انت عايز ترضى طموحك. والسن كمان 18 19 سنه ده كان بيبقى سن فاير جدا، وعايز يلعب. بلعب اربع ماتشات في الاسبوع. يعني ده حمل كبير قوي، يعني ما تحملوش حد الا اذا كنت لازم يكون سنه صغير. وبعدين بقى كابتن جاي كابتن حمدي يوسف الله يرحمه، راح جالي نادي المايه وقال لي لا كابتن زكي، بس هو كان لسه انت صغير لسه، عايز دي تتاقلم وبتاع. طبعا دي حاجه صح، ان انا اما اجي مش هلعب على طول، لازم اتاقلم على الجو. صحيح. واخد الاحساس والتاقلم على اللعب مع اللعيبه الكبار اللي كانت موجوده، كباتن كبار، مش عايز انسى حد فيهم، كبار كبار جدا بمعنى صح. كنت بتفرج عليهم وانا صغير مع والدي، ووالدي كان لعيب الله يرحمه، كان لعيب في نادي الترسانه بيلعب فيرد باك، ما راحش الترسانه ورحت الزمالك. فقال لي لا خليك في الزمالك. لما كان جه النادي الاهلي طلبني وقال الزمالك، فقال لي لا خليك في الزمالك، هنا ثابت واكرامي، وهنا سمير وهشام، فرصتك هنا اقوى، هناك تقال هتاخد وقت عليهم.
ففعلا ده اللي حصل، وجيت نادي الزمالك ولعبت مع قدام نادي الزمالك في الفرقه الصغيره، كسبناها في ملعبنا 1-0 ايام محمود فوزي واحمد عبد الحليم ومحمد سعيد وحسين عبد المنعم. وفي ملعبهم كسبناهم 3-2 في ملعب الاهلي. الزمالك كنت بتلعب مع مين بقى؟ ملعب مع الميه. ساعتها كنت بلعب على الميه. وكنت بلعب قدام النادي الاهلي برضه، قدام لعيبه فطاح اللي انت شايفهم دول، مصطفى عبده والناس دي كلها، والخطيب ومحمد عامر والناس دي كلها، كانوا لسه برضه لسه جايين كابتن. كنا بنتعادل معاهم ويكسبونا ونكسبهم، كل الكلام ده كان بيحصل، لان فرقه الميه كانت مسمعه جامد، كان فيها فرقه قويه جدا. طيب وبدات بقى تلعب اساسي من امتى يا كابتن؟ لعبت في 75 76 اول مباراه في نادي الزمالك مع نادي ضد نادي اسكو، وبعديها بعد كده نادي بالاس. طب عايز اسال سؤال يا كابتن، 75 76 كان الزمالك بيلعب ماتشاته الرسميه على ملعبه في حلمي زاموره؟ لا والله. والله كان مسموح، كان مسموح يلعب، كان ساعتها لسه ما فيش بقى ولا محلات ولا لا 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 لا, لا ملعب عادي جدا. النادي عند دلوقتي ما شاء الله ملعب نادي الزمالك شانزليزيه بتاع 100 عقبه دلوقتي. طبعا لا 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 نادي الزمالك اتغير خالص، لا ده حاجه كبيره، حاجه مهوله يعني. احنا كنا بنلعب نخرج بره ما فيش حد في الشارع ساعتها، كان حته مهجوره. لا حته مهجوره، مفيش لا محلات ولا في اي حاجه من الحاجات دي خالص. مفيش جامعه الدول دي ولا كانتش موجوده؟ كل ده موجود، بس البيوت بس الموجوده. موجود بس، انما كانت الناس بتتفرج علينا من فوق في الاستاد حلم زموره، كنا بنلعب ماتشات هناك لغايه ما اتنقلت بعد ماتش دجله دوت، ما حصل في مشكله، حصل الانهيار اللي حصل ده من الجماهير الكبيره ديت، اتنقلت بعد كده للاستاد القاهره.